أنا يا جماعة في عندي إمبيالة بمبلغ 1800 دينار تصلح 31 مارس 1995، قطعت في بنك أول يناير 95، وتم احتساب يوم مهلة للدين ومصاريف تحصيل 0.5 من 2002 من القيمة الإسمية بمعدل خصم في البنك 4% ومعدل عمولة 1/1000 من القيمة الإسمية. فماذا كان رأس القيمة الحالية للورقة الآن؟ الآن القيمة الحالية بتساوي القيمة الإسمية ناقص اللي احنا خصمنا ناقص الآجو. الآجو عبارة عن كل حاجة بتنخصم، مصاريف تحصيل، خصم، عمولة. مصاريف التحصيل اللي هي نص في الألف في السؤال، هاي نص في الألف، نص على 1000 من القيمة الكبيرة بتطلع الكلام هذا. الخصم بيساوي ألف بعين في نون، هي ألف عين 4 على 100 نون 90 يوم، هي حسبناها من أول يناير، يناير 31، فبراير 28، مارس 31، هيو بيطلع 89، وعندي يوم مهلة في السؤال، أي يوم المهلة في السؤال بيطلع 90 يوم. الآن العمولة هاي العمولة بتساوي 1/1000 من القيمة الإسمية الكبيرة، بطلع 1/8، جمعناهم مع بعض هذول اللي هم قيمة الآجو بطلع 20.7، القيمة الحالية للكمبيالة 1800 ناقص 20.7 بطلع، اللي بطلع عندي هو القيمة الحالية.